أنا فقدت جوزي في الحرب، كل إشي تغير. جوزي كان الله يرحمه هو المعيل فينا، هو اللي كان يروح يأمن، يروح تحت الطخ تحت القصف عشان يطعمينا ويطعم الناس، يوصل أكل للناس، يخاطر في حاله وفي نفسه. استشهد هو عشان عشاني وعشان ابنه وبنته وبناته وعشان كل الشمال. يعني ما كانش يجيب أكل إلي أنا وولادي بس، لحن كان يجيب لشمال غزة كله، يبازر بهيك. الله يرحمه، سأل عليه الله يرحمه. هو أصبح مكان مليء بالذكريات، كان بيت ما شاء الله مليان صوت الضحكات فيه، الذكريات الحلوة فيه، كل حاجة فيه حلوة. أنا وجوزي تعبنا لما أسسنا وزبطنا وجبنا، نزحنا من مكان لمكان، هربنا من مكان لمكان. الموت كان ملاحقك وين ما كنت تروح، طيارات فوقيك، الموت بعينينا 24 ساعة، بأي لحظة متوقعين أن نروح فيها. الحرب أثرت كتير علينا، كتير كتير كتير.